قد ماطا اللي باقيين مهرجان ماطا شبتي بها طقوس الحناء خاصة بالعروسة ماطا كانت واجدة باش واحد من الخيالة أو القبيلة اللي غادي تفوز باللقب دورة العاشرة كاينة واحد المنافسة كنأكد عليها أنها شريفة وبروح رياضية الخيالة أعزائنا محبي وعشاق لعبة ماطا الفائز والحائز على لقب الدورة العاشرة لمهرجان ماطا للفروسية في الدورة العاشرة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وباسم الجمعية العالمية العروسية للعمل الاجتماعي والثقافي كان علينا على اسم الفائز الحائز على اللقب اللي هو الخيال الشجاع تبارك الله عليه والتوقعات كانت صحيحه لانه هو اللي غادي ياخذ هذا اللقب عبد السلام البخاري.